وضعت الحرب أوزارها في مدينة مراوي بجنوب الفلبين منذ 15 شهرا، لكن نحو 100,000 من سكانها الذين دمرت منازلهم ما زالوا في المخيمات. صوتت أغلبية هؤلاء لصالح التحول لحكم برلماني ذاتي جديد، ويأملون أن يعجل ذلك في إعمار مدينتهم، فقد تبدلت خطط الحكومة الفلبينية مرارا، وتوافق ذلك مع انتقادات لمسؤولي المدينة الذين يبدو دورهم شبه غائب عن ملف إعمارها. الأمر الأول هو الاهتمام الرئيس الفلبيني، والأمر الثاني هو برامج حكومة بنسامورو الإصلاحية. الأمر الثالث هو الانتخابات المحلية الآتية. لو استطعنا أن نوجد قادة صالحين في المحافظة يهتمون بإصلاح المنطقة ويهتمون بقضايا الناس، هذا الأمل الثالث. عند دخول الأحياء الغربية للمدينة التي لم تتأثر كثيرا في الحرب، يلاحظ اكتظاظ المنطقة بعد أن دمر أشهر أسواقها في الجزء الشرقي الذي لا يتم الدخول إليه إلا بإذن من الجيش. وعند التجوالي في 24 حيا دمرها قصف استمر 5 أشهر، يتأكد للمرء ألا شيء تم إعماره حتى الآن. هناك اتجاه حكومي لإنشاء معسكر ثان داخل المنطقة المتضررة بتمويل من الولايات المتحدة عبر اتفاقية تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. ويحدثك بعض أهل مراوي عن شركات تسعى إلى شراء أراضي المنطقة المدمرة التي تضم نحو 12,000 منزل، بالتوازي مع توجه حكومي خالف مقترحات آخرين وعنوانه تحديث المدينة، لكن المتضررين يقولون إن ذلك قد يكون على حساب التوزيع الديمغرافي والديني في المدينة إذا ما حمل بعض سكانها على الانتقال إلى بلدات أخرى، فهي الوحيدة في الفلبين التي يشكل المسلمون فيها نسبة 99% من سكانها، وقد يتكرر فيها ما حصل في مدن وأقاليم أخرى تراجعت نسب المسلمين فيها خلال عقود. ما زال أصحاب الأحياء المدمرة في مدينة مراوي نازحين ولا يعرفون متى سيعودون إلى ديارهم، بل متى سيعاد إعمارها وكيف سينفذ ذلك. فما دمر مساجد وأسواق وجامعات ومؤسسات وآلاف المنازل، فهل سيعمر كل ذلك بالشكل الذي يعوض الناس عما خسروه؟ صهيب جاسم، الجزيرة، مدينة مراوي.